واحد من كبار المملكة المغربية هو اللي مسؤول على الأمن والأمان داخل القصر الملكي ورجل بوزن من ذهب هو رئيس جهاز المخابرات لاجيت. فرحبوا معنا بالسيد ياسر المنصوري رئيس أخطر مخابرات في إفريقيا. فشكون هو ياسر المنصوري وشنو هي القصة دياله وكيفاش قدر يشد أخطر جهاز مخابرات في المغرب؟ ياسر المنصوري تزاد نهار 2 أبريل 1962 بمنطقة أبي الجعد بإقليم خريبقة. هو رئيس جهاز المخابرات لاجيت المخابرات العسكرية والمديرية العامة للدراسات والمستندات. ترعرع ياسر المنصوري بأبي الجعد قبل ما ينتقل إلى المدرسة المولوية حيث أنه درس إلى جانب الملك محمد السادس وهو حاصل على إجازة في الحقوق وعلى شهادتين دبلوم الدراسات العليا، كما أنه قام بالتدريب في بداية التسعينيات في الشرطة الفيدرالية الأمريكية.